أحضرت هذه الأم طفلتها إلى أحد المراكز الصحية في شمال محافظة حجة لإنقاذها من الجفاف بعد إصابتها بإسهال حاد. ليست هذه المرة هي الأولى التي تزور الأم فيها هذا المركز، فقد سبقتها زيارة قبل 5 أيام، لكن طفلة لم تشهد أي تحسن في صحتها. عندها إسهال وطرش، طرش وتسهل، لا سبع أيام، عمرها 7 شهور. أيوه. لا اليوم 4 أيام. أيوه جبتوها لهنا وقدام 5 أيام بس ما نفعش العلاج من قدام، بحس جبتوها ثاني جابوا لها إبر وغضيات. مركز مكافحة الوبائيات أحد المراكز الصحية في مديرية حيران، يموله مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، يستقبل من 20 إلى 30 حالة بشكل يومي، أغلبها من الأطفال، كلهم يعانون من إسهالات حادة بعضها بلغت حد الجفاف. يضع هذا الأب طفله المصاب بإسهال حاد على كرسي الانتظار لعدم وجود سرير نتيجة الإقبال الذي يشهده هذا المركز من المرضى. تستقبل المراكز الطبية والعيادات المتنقلة يوميا ما لا يقل عن 30 حالة لكل مركز. نحن في مركز الوبائيات مركز الطوارئ بحيران نستقبل ما لا يقل عن 30 إلى 25 حالة يوميا من حالات الإسهالات الحادة. تشهد مناطق شمال محافظة حجة موجة إسهالات منذ 2 شهر تقريبا، فيما توفي طفلان بحسب مصادر صحية. عدم توفر مياه صالحة للشرب وغياب الوعي الصحي لدى الأسر وموجات الغبار التي تحدث بين الحين والآخر أسباب لتفشي أمراض الإسهالات في هذه المناطق. أوضاع صحية غاية في الصعوبة يمر بها هؤلاء المرضى نتيجة موجة إسهالات حادة بلغت حد الجفاف، يقابله إمكانات صحية محدودة لاحتواء الموجة وسط تفشي غير مسبوق بين الأهالي دون القدرة على احتوائها. سعد القاعد، يمن شباب، حجة.